يوم بنسمع ونشوف ظهور فيروسات جديدة عندها القدرة على التحور في صور مختلفة في الجو في الأكل، هدفها إنها تصيب أجزاء معينة من جسم الإنسان لتدميره. ولو الإنسان ده كانت مناعته ضعيفة للأسف ممكن تقضي عليه نهائي لدرجة الموت. نفس الكلام ده بينطبق على حياتنا وعلاقاتنا وخاصة الزوجية والأسرية. في كتير من الفيروسات القاتلة اللي بتصيب مناعة العلاقة وتدمرها وتنهيها. هكون معاكم دكتور ميرا يوسف، دكتوراه مهنية صحة نفسية وإرشاد، مدرب معتمد دولي، محاضر محترف بالمينيتور، ممارس برمجة لغوية وعصبية، واستشاري نفسي وأسري تربوي، ولايف كوتش معتمد بأكاديمية استشاراتي. اجهزوا بمسكات الحماية واستعدوا علشان هنغوص مع بعض في عالم الفيروسات للعلاقات الزوجية والأسرية، وهنتعلم مع بعض ازاي ناخد المصل المناسب علشان نقي نفسنا ونقوي مناعة علاقتنا ضد اي فيروسات مستقبلية. يلا بينا نبدأ رحلتنا